تشيك هذا ايش في لي يمك شيب شوي شوي بعد قلبي وجنهم تأخروا ما عليه تلقينهم عند الحلاق والغايب عذره معاه لا تحاتين بيوصلون ان شاء الله بيوصلون خلونا نفرح ولا اله الا الله ولا اله الا الله ولا اله الا الله ولا اله الا الله الصلاه على النبي ولا اله الا الله والشر عنهم ينجلي ولا اله الا الله وعليه سعيد عليه سعيد وعليه مبارك وعلي تبارك لا اله الا الله ولا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله جماعه صدق تاخروا ترى زين دق عليه دقيت عليهم حمزه مغلق وزين مغلق شنو الحل يبا لا تحاتي يمكن زحمه ولا شيء وتليفونهم ما في شيء زين جرب الحين الاثنين هم يغلقون تليفوناتهم شلون يعني ما شنو بالشاليه يعني قدامك ها مغلق تليفونه لا تحاتي لا تحاتي ان شاء الله بالطريق وما فيهم الا العافيه بس تدري يعني زحمه الديره خلنا نشوف زين ان شاء الله فتح تليفون بعد مغلق لا تحاتي لا لا تفكر كذي ها الله يستر ماكو شيء ماكو شيء الله يستر ولا اله الا الله ولا اله الا الله ولا اله الا الله ولا اله الا الله هلا اخوي اي نعم لحظة ها اخوي اي نعم زين وحمزة نعم ايش فيهم؟ شو تقول انت؟ زين هم ما قالوا لك ايش صاير ايش السالفة شنو؟ قال لي في واحد متوفي في السيارة، أي واحد فيهم ما أدري. ربي يستر. زين لا تسرع، لا تسرع. وبعد شهر أشياء وايد تغيرت وتمينا قاعدين في بيت خالتي طليعة كنا وايد ثقال عليها ما قدرت تتحملنا خاصة بعد شلل زينه
ومشحل سافر بعد الحادث بأسبوع وللحين ما ندري عنه. اضطرينا نودي أبوي عند سلوى كم يوم على ما نلاقي بيت نسكن فيه. حياك. واسم الله عليك الرحمن الرحيم، دير بالك حبيبي انت. تو ما نور البيت يابا حبيبي. تعالي حياك. السلام عليكم. عليكم السلام. اقعد يابا حبيبي اقعد. اشوفك جبتي ويتي. ايه بيقعد عندنا كم يوم على ما تدبر روحه جود. ليش؟ خالتك ما تبيه؟ جابت عندي؟ أنا قايلة حق ريلي وريلي موافق، طلع منها. إي بس أنا مو موافقة. أبوك ريال مو صاحي، وأنا خاف منه. أبوي ما في إلا العافية. شنو ما في إلا العافية؟ هل إيش قاعد يسوي لي بويها؟ يبا إيش قاعد تسوي؟ اسكت عنها بس خلاص. بعدين تعالي، إذا ما في إلا العافية، ليش ما وديتي عند أختك ويا الناس؟ استغفر الله العظيم. حياته ودنيا مجابلين زين لأنه محتاج أحد يجابله. وجود ما تقدر تهد دوامها وتطلع وتجابل أبوي. عشان كذي جبته عندي هني، بيقعد كم يوم وخلاص. شوفي، يقعد عندنا كم يوم. بس إذا سوى هالحركات، ما له إلا الباب، أقطه برا. ليش الغلط الحين؟ أبوي مو ياهل عندك. اي مو ياهل، ابوك ريال مو صاحي. مالت عليكم عائله فقر. استغفر الله. قومي يا حبيبي خل ادلك دارك يلا. خلاص نسرع هذه لا تحاجيها. خلاص. يبا لا تحرش فيها. مشعل ماكو اخبار عنه؟ ولا شيء. من سافر ما ندري عنه اي شيء. حتى امه سعاد طرش له واتساب وتكلمه. يرد عليها يقول لها مشغول مو فاضي اخلص بعدين اكلمك وبعدين ابلغك متى ارد. ما ادري غريبه. تصدقين اني اشتاقت له من صدقك؟ تشتاقين حق واحد ما درى عن هوا دارك؟ علشان كذي انا مستغربه شلون يتصرف كذي؟ شلون يهدنا بالموقف هذا وهو يدري انه محتاج الى انا؟ مستغربة من مشعل مستغربة. زين حبيبي تبي شيء؟ ابي اروح اقعد شوي بالحوش. بس الحين الجو حر. ليش ما تنطر ليل ليل يكون الجو تحسن؟ زين حبيبي ترى هذا اختبار من رب العالمين. لازم تكون قوي. ان شاء الله باكر تصير مثل قبل واحسن. أنا وايد متضايق من نفسي إني حاكرك معاي. لا قاعد أخليش تطلعين تروحين تيين، حتى الكلية صار لك فترة مرايحة. حبيبي زين أنا شكيت لك. أصلا خدمتك مثل العسل على قلبي. بعدين إحنا إخوان، كل واحد فينا ملزوم يشيل الثاني. إذا أنا ما شلتك منه بيشيلك ما تقول لي؟ وبعدين إن شاء الله يا رب
تصير زين وما تحتاجني لا أنا ولا غيري. قول آمين. آمين. زين أبي أشوف ابتسامتك الحلوة. يلا حبيبي أخوي.